انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص أؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك وانا مد ايدي والوفه ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنتومك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده؟ ده انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا نخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. وقف الباب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، المعلم هو اللي عايزك. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المصلحة عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه. انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك قلت اطمن، يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي. انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغله كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطني. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته. قلنا وماله؟ ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ إيه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من النوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما أنا جاي لك أهو بمزاجي. راحة راحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية.
هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شويه لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باي. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم رائع. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيدي لك كام؟ يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر؟ احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها انا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. احنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه. خش يا اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا توره؟ مش رايحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام. وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما اعملكش شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه. تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا.